كيف يمكن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استخدام معلومات أصحاب الحقوق الاقتصادية بتحقيقاتها؟ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي هيئة إدارية مستقلة عندها عدة صلاحيات للتحقيق بالجرائم المتعلقة بالفساد، وين بتلعب الهيئة دور أساسي بالكشف عن هوية أصحاب الحق الاقتصادي من خلال الشروع بالتحقيقات بسلوك الخاضعين لصلاحيات. بحسب المادة 4 من الفقرة 1 من القانون رقم 175 عام 2020 قانون مكافحة الفساد بالقطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يمكن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه تشرع بالتحقيقات بجرائم الفساد دون الحصول على إذن مسبق من أي سلطة تانية، على عكس أي قانون غير، وحتى أنه أي ملاحقة قضائية بتم الشروع فيها بناءً لطلب الهيئة بتتم بنفس الظروف. وبتنص المادة 18 من الفقرة 1 من القانون 175-2020 على أنه يمكن للهيئة الوطنية أنه تتلقى شكاوى حول جرائم متعلقة بالفساد وتحقق فيها وتحيلها عند الضرورة للجهات الرقابية والتأديبية والقضائية المختصة، بمعنى أنه يمكن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إحالة القضايا إلى التفتيش المركزي وهيئة التحقيق الخاصة والمحاكم الوطنية. فعلى سبيل المثال، تبييض الأموال هو جرم متعلق بالفساد، بيتم إخفاء الأموال غير المشروعة، وأحد أساليب مكافحة هذا الجرم هو من خلال تحديد هوية أصحاب الحق الاقتصادي، المالك أو المسيطر الحقيقي على الأموال. فلما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكتشف عناصر إلى صلة بأصحاب الحق الاقتصادي، بتحيلها لهيئة التحقيق الخاصة لاتخاذ التدابير الاحترازية مثل تجميد الأصول.